أعزائي المشاهدين، مرة تانية من بحيرة طبرية بصلي وبتأمل أنه استمتعتوا بهذا التعليم. يسوع هو مثالنا، ويسوع هو فعلاً فخرنا، لأنه منحاول نتمثل بيسوع المسيح في كل شيء عمله. طبعاً اللي بيختبر رحمة الله، رحمة يسوع، لابد أنه يمارس هذه الرحمة مع الآخرين. تعرف أحبائي، حلو أنه نتذكر في هذه الأوقات أنه نصلي أنه الله يرحم بلادنا ويرحم مناطقنا ويرحم شعبنا أيضا. قال يسوع: سعيد هو الذي يرحم، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. أنا بصلي اليوم أنك تختبر رحمة المسيح من خلال عمل الروح القدس، وعندما تختبر هذه الرحمة من خلال نعمة المسيح تتغير حياتك، ورح تعكس هذه الرحمة على الآخرين. الرب يباركك.